بس ما يجمعه الله في الحب لا يمكن لا يفرقه إنسان. وهذه جملة مكتوبة على باب بيتنا. ما يجمعه الله في الحب لا يمكن أن يفرقه إنسان. لأنه أنا بالنسبة لي ديانة الإنسان الوحيدة هي الحب. لأنه رب الإنسان رح يتحاسب بهذه الحياة لما رح نوصل على انهار الدينونة بيننا وبين الله سبحانه. رح يسألنا سؤال واحد، رح يسأل أمي وإما لريم، أمي مسيحية وإما مسلمة، رح يسألهم سؤال واحد، مش رح يسألهم أنت كيف كنتي عم بتصلي وكيف عملتي وليش عملتي، رح يسألها قديش حبيتي بحياتك. ورح يسألني إلي نفس السؤال ورح يسأل ريم نفس السؤال، قديش حبيت بحياتك هو السؤال الوحيد رح نتحاسب عليه.